هنا يا بنتي. ايوه يا بنت، انا ما بعرفش ازوج الحديد، بس يعني ربنا عطانا امانه وراد يستردها. تزعلي، البقاء لله يا بنتي. ابوكي جاب الرب كريم. اتفضل معانا. اتفضل معاكم في ايه؟ هتعرف كل حاجه. اتفضل اتفضل. انا سعد. هلا اتفضل اتفضل بسرعه. الحمد لله على السلامه يا متر. اركب ما تخافش، احنا نوصلك. اركب يا عم، اركب يلا. سلامة دراي، انت في بيت جوزك. سبحان الله، بيبض روح عشان يشيع غير روح. ايه الدكتورة كانت هنا وكشفت عليكي وقالت انك حامل. حامل؟ ايوه، ومحتاجة راحة ووكل زين. انتوا هترحموني امتى؟ مش كفاية بقى؟ حرام عليكم، انتوا عايزين مني ايه تاني؟ يا متر، اخبار رحلتك ايه؟ تمام؟ وانتوا مين بالظبط؟ والله في العاده احنا اللي بنسال، بس بما انك بقى صاحب جمال الجبالي والشخص الوحيد اللي بيثق فيه عشان يسلمك ابنه وتصفره له، فانا هجاوبك. انا الشخص الوحيد اللي يقدر يحل لك موضوع المهندسة ربع، واقدر اطلعها لك من القضية دي كأن مفيش أي حاجة حصلت. تالي برضو أنت عايزها تخرج مش كده؟ تمام، يبقى كده هنشتغل سوا. اشتغل سوا ازاي؟ تبادل مصالح، معلومة واحدة منك قصاد براءة ربع. معلومة عن مين؟ يا متر بلاش بقى الأسئلة الغبية دي، عشان أنت عارف كويس احنا عايزين ايه. جمال الجبالي مش كده؟ بالظبط. واكيد جمال حكى لك هو عمل ايه، وانا عارف ان انت كمان حذرته من اللي هو بيفكر فيه. بس هو جمال كده طول عمره عنيد وما بيسمعش الكلام، وده بقى اللي خلاني اقابلك دلوقتي. وانا ما اقدرش اعمل كده. ما تسرعش يا متر، فكر كويس قبل ما ترد عليا. وبعدين انت مش هتاذيه ولا حاجه، بالعكس انت هترجعه لعقله، عشان احنا لو بنفكر ناذيه كنا قدامنا مليون طريقه ناذيه بيها. هنروح بعيد ليه؟ احنا كنا قبضنا عليك انت وابنه في المطار، ساعتها كان هيجي لنا راكع لحد عندنا. وليه ما تقولش اصلا ان انتوا ما كنتوش عارفين ان انا مسافر سليم؟ لا عارفين كويس، ما تقلقش. عارفين كمان اسم المدرسه اللي سليم راحها، دي فكره كويسه على فكره، بس برضه تحت عينينا. عينهم لما باعوني اياها قالوا لي مستحيل حدا غيرك يقدر يفتحها. ضحكوا عليك يا مهدي؟ هن باعوني خزنه، بس انا استخدمتها مصيدة. تولينا قالت لك اني مسافر، اعطيتك المفاتيح والكود، بس ليك عم بستناك. مين اللي ضحك على الكل بالاخر؟ سلام يا متر.
عايزينه هو. فكر ورد عليا. ما تنساش ان ربع اطماع طاري ومش هتستحمل البدل. طه بعتك تسرق الخزنه لانه بيعرف شو في عندي. بيعرف انه في عندي مستندات ممكن تقضي عليه. انت وطه مربوطين ببعض عشان كده ما تقدرش تاذيه. هو اللي قال لك هيك؟ لا انا اللي عارف كده. انت ما بتعرف شيء، ما بتعرف حتى كيف توصل لي. لولا اللي عملته مع مسعود حج خلاني ساعدك توصل له. خليه ماشي وراك، اوعك يحس انك منتبه له. وحطيتك تحت عيوني. يعني انت ال راصد كل حركاتك، اجتماعاتك مع طه، إيميل حشاد، تولين. بس خسارة، موعدكم اللي جاي ما راح يزبط. ما تخليش ثقتك بنفسك يا مادي تنسيك أنا مين وبعرف أعمل إيه كويس. كنت أوقات كثير لما بفكر بحالتك بحس إني ظلمتك لما قربتك منك. كان لازم تضل عاملك مثلك مثل أي عنصر من عناصرنا. بس الحقيقة أنت عجبني، كنت ذكي، بتعرف تعمل شغلك منيح. لوقت ما بلشت تفكر وتسأل وترفض خطية إبليس الأولى يلي لحد هلأ البشرية بتدفع ثمنها. لو بتسمي رفضي إن أكمل في الغلط خطيئة، يبقى الإرهاب وتجارة السلاح ودفن النفايات إيه؟ أنت كمان عارف دفن النفايات؟ ما أنا بسأل كتير زي ما أنت بتقول، واللي بيسأل بيعرف يوصل. طيب واللي بيسأل لازم ياخد جواب. بزنس بزنس كله بزنس. زرع الشر والمرض للناس تحت الأرض بزنس، الحكم عليهم بالموت قبل ما يعيشوا بتسميه بزنس يا مهدي؟ للأرض وللناس اللي بتحكي عنهم لهم قيمة. أراضي واسعة، ثلاث أرباعها صحاري، ناس بتموت بسبب وبدون سبب، من الفقر، من المرض، من الجوع، من التعذيب. بقوين الغلط طالما هن الميتين ميتين؟ عشان انت واللي زيك عايزينهم كده. وانت ما كنت واحد منا؟ ما سألت حالك الجهاز اللي كنت شغال فيه بيصرف من وين؟ الأسلحة، العمليات، المعدات كلها، مين بيدفع حقها؟ الأرض اللي عم تحكي عنها كانت بتنزرع، كانت سلة غذاء العالم كله. اليوم صارت التراب ما له قيمة، بس نحن عم نحول هالتراب لذهب، لرصيد مفتوح بنصرف منه على الأجهزة الأمنية. شر بيمول شر. أرض بتتزرع قمح عشان تطرح سرطان. أي شعوب وافقت على الزل من زمان وخرست؟ ما حدا طلب منك إنك تعمل محامي عنا. طول عمرك عايش تحت الأرض، مو مسموح أبدا تطلع فوقها. طول عمري كنت بسمع عنك ان انت عامل زي اللغم بتدمر اي حد، بس دلوقتي خلاص انتهيت وجيت تحت رجلي. لازم افضل دايس عليك لحد ما تخلص بدل ما تنفجر في وشي. زين ايه اللي حصل؟ ليلى، ليلى اشرف، الكلاب رموها من بير السلم. ايه؟ ازاي؟ اتكلمنا في التليفون، قالت لي ان في حد مراقبها وخايفه. رحت لقيتهم عاملين لي كمين. طب وهي حالتها ايه دلوقتي؟ الدكتور لسه خارج من عندها وطمني. مين اللي عمله كده؟ دي رساله واضحه يا اشرف وصريحه، عشان عدينا الخط الاحمر وقربنا فعملوا معنا كده. خط احمر لمين بالظبط؟ ثروت زيتون.
ليلى راحت هددته بانها عرفت كل حاجه ليها علاقه بقتل النصر. معاك سجاير؟ وبعدين رمضان السفرج انتحر في زنزانته زي ما بيقولوا، رغم اني متاكد انه اتقتل برضه. يعني هو اللي عمل فيكم كده؟ يا ابن الكلب. معلش يا زين، كل حاجه هتتظبط ولمصلحتنا. ده التعويض الوحيد اللي ممكن نقبل بيه يا اشرف، غير كده نبقى اتكسرنا كلنا. ده عنوان الدكتوره حنان الجوهري اللي ليلى شافتها عند رضا، ورمضان السفراجي برضه قال لي عنها. تمام. ليلى جابت عنوانها من امن الجريده. اشرف، لازم تروح لها وتسمع كل اللي عندها. الحكايه ما بقتش اختفاء رضا لوحده. لو ما اتحركناش باقصى سرعه يا اشرف هنختفي كلنا. ماشي. الحكايه دي يا علي باشا حكايه صعبه مش سهله. ما تاخذنيش يعني محتاج شويه وقت. ما تلفش وتدور عليا يا سيدنا الشيخ. انا سالت في المعامل بتاعتك من وراك وعرفت ان الناس شغاله تمام. الكميه الاخرانيه اللي جات لك قليله اه، بس شغالين يا نور. بص علي باشا، البضاعه دي طلع لاصحابنا في جبل وسينا تحت عينين الناس اللي فوق. ما تاخذنيش يعني المعلومه اللي عندي ان سعادتك في اجازه ومفتوحه كمان، صح؟ صح يا نور. طيب سعادتك بقى ما ترضيش الاذيه، لما سامي زلط يعرف ان انا اديتك البضاعه دي. شوف يا نوح، انا هستلمهم منك بيع وشراء، والجهاز ملوش دعوه بالكلام ده كله. موزع يعني؟ بالظبط كده. ايوه بس سعادتك عارف ان انا طول عمري بني له بوزع، وما سبقليش ان انا غيرت الحكايه دي. غيرها يا نوح، غيرها، واللي هتطلبه هتاخده. ماشي يا علي باشا. سيد جمال تأخرت ليه؟ أنا بعتذر بس الجهاز نفسه كان معمل له باسورد كتير صعيب، وكده الفولدرز اللي جوه كمان. والمهندس قدر يفتحه؟ عشان هيك اتأخرت. شوف شوف شو رأيك؟ ده طال وير. إيه وشخصيات عربية وأوروبية من المجر من روسيا ومن بولندا، وحسابات بنكية وتحويلات لبنوك أوروبية وعربية. يبقى ده السيف بقى اللي حطه المهدي على رقبة الكل. شوف شوف الخرايط هون، هيدي ما بنعرف لشو، وهون تدمر بسوريا. طب يعني إيه الكلام ده؟ هيدا بيعني إنه إلهم علاقة بدفن النفايات. ده أكيد أكيد. عناوين إيميلز كتيرة بغيروها من وقت للتاني للأمان. القايمة دي اللي فيها كل الناس المتورطة في الشبكة. بس المشكلة إنه مش محدد دور ونشاط كل شخص بهالشبكة. ولا يهمك، هذا كله اللي رح نوصل له. إذا ربطنا بين التواريخ والمعلومات والعمولات كله بيصير هين. إن شاء الله. لا يا عم علي، المير مين وبتاع مين؟ لا طبعًا ما اديتلوش حاجة. أنا كنت بس كده بجريه في الكلام. أنت برضه على فكرة المفروض تعمل كده لو اتصل بيك أو حب يقابلك. يا عم الحكاية مش ناقصة شبهة. لا لا لا، ده جربان وبيعدي دلوقتي، ابعد عنه. طيب طيب سلام. يلا الحمد لله على السلامة يا ست العرايس. الله يسلمك يا حبيبي. ما خرجتش يعني؟ هخرج ليه بقى؟ ما المدام خرجت وراحت الموقع وقابلت المهندسين والاستشاريين والعمال واطمنت على كل حاجة، ومش بس كده، بعد قعدت وشربت الشاي كمان. مشكلة. هم قالوا لك؟ وحتى لو يا نوح يا حبيبي، ايه المشكلة ان انا اتابع شغلنا؟ ايه اللي يعصبك في حاجة زي دي؟ انا لسه ما اتعصبتش يا ست العرايس، لسه ما اتعصبتش. قلت ايه شري؟ لأن ممكن في ثانية افرقع في وشك. جرى ايه يا نوح؟ هو برجاز وهيفرقع في وشي ولا ايه؟ ايه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟
اللي ضايقني ان حريم نوح السباعي يخطو خطوه بره البيت من غير اذنه، بالذات لما تبقى الخطوه دي خاصه بشغله او راس ماله. الله، طب ما هو راس مالي انا كمان. انت فاهم غلط، انت حيالله ليك حصه قد كده، حتى لك هي وارباحها لما الحكايه تمشي. مزاجي انا. يعني ايه بمزاجك؟ انت ناسي ان الفلوس فلوسي ولا ايه؟ اه بس احنا في بينا ورق بيقول ورق. ورق ورق يا مهرات دي حاجه بينا وبين بعض، حب يعني كلام كده بين راجل ومراته، انما الناس الكبار اللي انا بشتغل معاهم ما يعرفوكيش. يعني ايه؟ يعني انا فهمتك من الاول وفهمتك صح، انت ست غاويه طنطيت ومنظره، وفي اول لحظه فردت قلوبك وروحت تسالي ليه وازاي، والناس اللي انا بشتغل معاهم بقى انا بيحبوا حد يقول لهم ليه ولا ازاي. باختصار يا ست الستات، انت واقفه عليا بالخساره. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نوح؟ الكلام ده وكلام اوحش منه هتسمعيه لو رجلك وقفت هناك تاني. انا اهم حاجه عندي يا فريال السمع والطاعه، فاهم؟ اسمع كلمه حاضر. حاضر يا نوح. خليها الشيخ نوح، الشيخ نوح احلى. حاضر يا شيخ نوح. تولين ناردسن اوكي شمدي تشكيرو. سيد نوير، هاي الملفات انفتحت وجاهزه للاطلاع. كان لازم يموت كمان. ممكن كنا نجيبه حي بس حضرتك امرت. ما حدا بيتحدى طه نوير وبيفرض عليه شروط وبيضل عايش. مظبوط حضرتك. هاي المعلومات واضح انك كانت عم تشكل خطر. انت الجنازه؟ وقت الطمر حضرتك. ماشي. سيد طه نوير. خير. أنا الرائد طارق شقرة، معي أمر بالقبض عليك. أيتهم؟ نائب إيميل حشاد قدم بلاغ ضدك. تاني يا منى، تاني بتخوني لي يا بنت الكلب؟ مع مين؟ مين هو المرة دي؟ ها؟ انطقي انطقي اللي ما بتشتكك يا وطي. اهدى يا علي انطقي. حرام عليك يا ابني، مرتك حمل اللي بطنها حيموت. خليه يموت يما، خليه يموت، بس هي لازم تموت قبله. حرام عليك يا ولدي، ده روح ماله ذنب. الذنب ذنب امه، ده مش ولدي، اللي بطنها مش ولدي زي اللي قبله يما. انت بتقول ايه يا علي؟ بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يما، اللي سمعتيه دي زانيه. الولد ده مش من صلبي، عرفت دلوقتي؟ عشان يكتب جبتها هنا عشان تربيها يا علي. بص علي. انت صحيح زي ما بيقول علي زانية وخاطية وموحلة اسمه في الطين؟ ابنك ده مجنون وما يتعاشرش. وعشانك دي رحت لواحد تاني لبر عشان تعاشريه. انت اللي زيك اهلها ما ربوهاش، لكن يربوها كلاب الزكك مش الاكابر. امشي اطلع بره. غوري غور يا زانية يا نجسة يا غربة مقطوعة، امشي اطلع برا. غوري غوري غوري.
تقولين كان معي ايه مسن جد ها ايه مسن سو سن ايه مسن بينم يوما ميتشان يملو دين يعني يملو غاسن يوما ben seni çok yordum. Hayır, hayır, hayır. Sen beni hiç yormadın, hiç. Sen bana özgürlüğümü verdin. Beni o hapishaneden sen kurtardın. Hayır, ben bir şey yapmadım. Yaptın. Sen olmasan hiçbir şey olmayacaktı ki. Hiçbir şey. Her şey benim yüzümden. Hayır, 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 hayır. Hiçbir şey senin yüzünden değil. Hiçbir şey. Babanın evini gördün mü? Gördüm. Ailemle büyüdüğüm köye çok benziyor. Onlara döneceksin. Sana söz veriyorum. Senden daha iyi seni bulmaz demiş. Cemal. Sen benim için çok önemlisin. Bunu unutma olur mu? Sen benim hayatımda başıma gelmiş en güzel şeysin. Ne olur unutma beni, olur mu? Ben seni çok seviyorum, çok. Ben seni seviyorum. دكتورة حنان أنا بشكرك إنك وافقتي تقابليني. أنا عارف إن الموضوع ده يهمك زي ما يهم أي حد عايز يرجع حق الغلبان ده. صدقني يا فندم انا بعد اللي حصل للاستاذ رضا حسيت ان انا السبب في كل ده. انا اللي اديته الملف وحمسته لحد ما قبله. وحضرتك طبعا عارف النتيجه. طب انا عايزك تحكي لي الموضوع من الاول خالص. الملف ايه اللي وديتيه رضا؟ حضرتك انا مهندسه في المركز القومي للبحوث الزراعيه والدكتوراه بتاعتي في التربه وخصائصها. كان عندي حلم ان انا اخدم بلدي وكان عندي مشروع اشتغلت عليه سنين. ايه هو المشروع ده؟ استغلال منطقه العلمين ومنخفض القطاره للزراعه. بس العلمين دي منطقة ألغام، ده اللي أنا عارفه. وده اللي الأستاذ رضا اكتشف عكسه تماماً. يا ابن عمي بس بيقول المنطقة دي عليها مشاكل وألغام. لا المناطق معزولة والباقي على الحدود والأطراف بس، وكل اللي شغالين هنا يعرفوا أماكنها زين ويعرفوا كيف يفادوها. يفادوها؟ يفادوها هيروحوا فين يعني؟ على المقبرة. مقبرة يا ابن عمي؟ احنا وعينا على المنطقة واسمها المقبرة. بتجيها مقاطير من العالية جو محملة بالصهريج الكبيرة يدخلوا بيها المنطقة ويخرجوا من غيرها. صهريج؟ آه أنت قصدك الصناديق الكبيرة اللي فوق العربيات النقل دي ها؟ تبلع خمس ست عربيات صغار. آه عارفها عارفها. آه محملها إيه الصهاريج دي؟ لا العلم عند الله. ده حتى سواقينها اللي بيجوا بيها من مينا ما بيعرفوا شو فيها. لا يا راجل. طبعًا. تعرف حد من سواقينا؟ آه الرئيس قنديل. والحمولة دي بتتم كل قد إيه يا رئيس قنديل؟ كل شهرين ثلاثة أو أكثر. الحمولة بتيجي على مينا بدمياط من جبهة ومندخلها جوا المعسكر. قصدك المقبرة؟ هم سموها المقبرة علشان الألغام الموجودة جوا في بطنها. والحمولات دي بتيجي علشان تفكك الألغام دي من الأرض خالص. لا يا راجل يعني الحمولة دي فيها معدات تفك ألغام؟ أيوة أمال إيه؟ يعني بس كلام الناس بيقول إن سيبك من كلام الناس ما تسمعلوش. طبعا السواقين واهل المكان ما كانوش يعرفوا حاجه عن الموضوع والشركات اللي الحكومه كانت متعاقده معاها ما كانش لها علاقه اصلا بالحكايه. الموضوع كله كان لدفن النفايات. نفايات؟ ايوه. يعني موضوع نزل الالغام ده كان سطره بالظبط كده. وده اللي الاستاذ رضا اكتشفه
وعرف انه بيتم عن طريق رجل اعمال اسمه ناصر نوار، وكان ناوي يفجر القضيه دي كلها للراي العام. طب انت ما عندكيش صوره من الملف ده؟ للاسف لا، كان بيحكي لي بس، لكن كل الاوراق كانت معاه هو. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا بابا. عملت معاك الواجب صح، عوضت كل القديم والجديد اللي عملنا معاها. طولين جدع، لولاها ما كانش زماني رجعت سليم. عمر الشايبة يا صاحبي، بنت جدع صحيح، رجعت بيك من هناك، سهرانة جنبك ما بتنامش. انت عايز اجيب لك دكتور؟ قالت لي لا، محدش هيراعي غيري. بقول لك يا بابا، في واحد اسمه البير نجيب، عايزك تدور عليه وتجيبه في ايدك وتيجي. وماله؟ بس بتاع ايه البير نجيب ده؟ افتح الدور كده. ده في فلاشه جوه. البير نجيب ده اللي هيكمل كل الحكايه. الفلاشه دي عليها كل حاجه، لولا ان انا عملت منها نسخه كان حقي كله راح يا بابا. اديني مكان واحضره لك وقتي. ماشي. قولي صحيح، يا ليلى عامله ايه؟ ازاي ما جتليش لحد دلوقتي؟ مش عارفه ان انا رجعت؟ لا، ما عرفتش، ما حدش يعرف لحد دلوقتي. هو في حاجه يا بابا ولا ايه؟ شكلك كده خب عني حاجة. ليلى كويسة؟ لا يعني حصل لها حادثة بسيطة، لما تشد حيلك شوية نبقى نروح نطمن عليها سوا. حادثة؟ حادثة ايه؟ حادثة عادية يا صاحبي، بسيطة يعني، الحوادث بتحصل كل يوم. لازم اروح اشوفها دلوقتي. لا لا لا، لما تشد حيلك شوية. بكرة الصبح ان شاء الله، بكرة الصبح تبقى احسن، نروح نطمن عليها سوا. أشرف من فضلك طمني، أنا قاعدة هنا ومش عارفة إيه اللي بيحصل بره. ليلى حصل لها كده فعلا؟ الكلام اللي بيقولوه هنا حقيقي؟ إنها وقعت من البلكونة؟ رموها يا ربا. ليلى اترمت من البلكونة. زين كان عندها، دخلوا ضربوا زين ورموها هي من فوق. طب وليلى إيه؟ ليلى كويسة؟ طمني يا حبيبتي، أنا كنت عندها في المستشفى، هي طبعا في العناية المركزة، بس الدكتور قال لي إنها إن شاء الله هتبقى كويسة. أنا من ساعة ما جبت لي سيرة اللي اسمه ثروة الزيتون ده، وقلت لي أنتوا بدأتوا تجمعوا معلومات عنه، وأنا خايفة ومرعوبة. وده فعلا حصل. البداية ليلى وزين، وبعد كده هيدوروا عليك. أنا ده أكتر وقت في الدنيا كان نفسي أكون بره علشان أكون جنبها. يا حبيبتي إيدي ما تخافيش. والله العظيم ما خايفة. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة عليك أنت يا أشرف. عاوزاك تبعد. تعرف تبعد؟ ما هو مش معقول كل اللي أعرفهم هيضيعوا واحد ورا التاني، ده حرام. يا ربا ما ينفعش تعملي كده، لازم توزني الامور شويه، انا بقول عليكي ناضجه يعني. طب تقدر تقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ فهمني. لو تعرف حاجه بجد قول لي. انا عاوزاك يا اشرف تحط لي كل حاجه قدامي من غير ترتيب ولا تجميل، وانا يقبلها يرفضها. انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انك هتخرجي من هنا وقريب قوي. ازاي بس يا اشرف؟ ازاي دي بقى؟ سيبيها لي انا لو سمحتي. بس يا ربا ارجوكي ارجوكي، لازم تثقي فيها. ممكن؟ السلام عليكم يما. انت مين يا ولدي؟ سلامت تشوف يما، انا ولدك علي. ولدي علي مات. ليه بتقول كده يما؟ انواني لسه عيله بنت 12، كنت بسمع كل السعيد يقول بيت البير مكسوف عمره.
ما بيعمرش فيه راجل لحد شيبته ابدا. بيت حريم عاد لحد ما مات ابوي. وجه ابوك مات ابوك وجيت انت ربيتك وكسرت بيك لسان كل اللي كانوا بيقولوا ان بيت الميري بيت حريم. وبقى بيت الميري اكبر بيت في الزمام وباسم راجله. اسمك انت يا عارف اسمك انت. بس ده كلام مات من زمن يامه. لا ما ماتش يا علي. بيت الحريم عادي علي بس انه بادي ورجله حي. كلام اللي بتقوليه يماي انا اكتر لسان اي كلب يسمي اسم بيتنا بالعريم. ده بيت علي الميري وانا علي الميري يامه. اخلص سد حنكك النجس على اسم ابوك. انت مش ولدي. انت دعوت امك اللي تردت. ايه بتقولك ده يا ام؟ ليه؟ ليه؟ فردت فردك فتحت فرشتك لظهر راجل غريب. حطيت رقبتك تحت مداس الفجرة عشان خايف من ابوها وعايز ملكه. وبدل ما تذبحها لا استنيت لما غار وخطفتها كيف الكلب وجبتها رميتها في حجري. رخصتني يا علي رخصت امك وعملت منها نبوت ورق تتشفى من وراه في مرتك. ليه؟ ليه عملت كده يا علي؟ ليه؟ حب علي يدك يما تسامحيني. ما تقولش امك. واسمع انا رميت مرتك بره ونظفت البيت من نجاستها وعفيت يدي عن دمها. اما انت اطلع بره مش عايز اشوفك هنا تاني. اخرج بره. أمك ماتت. أمك ماتت وجنة ربنا اتحرم عليك